بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا، ونكمل حديثنا الصحي الغذائي الرياضي الرمضاني، ويعني بعض المواضيع اللي ممكن يعني نشجعكم ونشجع أنفسنا عليها. طبعا رمضان دائما نربطه بشهر العبادة والأجر والخيرات، وأنا ودي أدلكم على مشروع للأجر كبير جدا، مشروع للأجر يمكن له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له فائدة كثيرة للناس. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إن اللي ساعد أحد يعني وينقذ حياته فكأنما أنقذ حياة جميع الناس. طيب شنو هذه النصيحة؟ يمكن بعضكم عرفها، اللي بنصحكم إياها واللي أنصحكم تسوونها في شهر رمضان، اللي هو موضوع التبرع بالدم. التبرع بالدم من الممارسات الصحية الإنسانية، يمكن قبل ما تكون صحية، اللي إنسان يتبرع بقسم من دمه. وقبل ما أتكلم عن فوائدها، هذا الدم اللي تبرع فيه وين يروح؟ ترى الدم اللي تتبرع فيه رح ياخذ إنسان بأمس الحاجة إلى الدم، يعني يا أن إنسان أصيب لا قدر الله بحادث فالدم ينقذ حياته، يا أن إنسان في عملية فقد دم ويحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، كل هذا الحين أنقذ حياة يعني إنسان. إما أن يكون مثلا واحدة حامل أثناء المخاض وصار لها نزيف وأعطي الدم، فأنت أنقذ حياة اثنين، يمكن أنقذ حياة الأم وأنقذ حياة الجنين. إما أن هذا الدم بعدين ينوخذ منه بعض الخلايا، سواء الخلايا الحمراء أو صفائح الدم أو البلازما أو نسميه بلود كلوتينج فاكتور أو خلايا تخثر الدم، فتعطيها لإنسان أيضا راح تنقذ حياته. اللي ما عنده عوامل التجلط ترى أي نزيف ممكن يذبحه، فسبحان الله يعني هذا الدم. وأحيانا ترى دمك ينعطى يعني ينعطى أكثر من واحد، يعني فتنقذ حياة وايد أصلاً، وفي في كيس دم واحد. لذلك يعني اللمسة الإنسانية أو الأجر أظن الكبير جداً في التبرع بالدم، أنت ما تخيل، أنت بس تروح يعني تأخذ كيس الدم وتسلمه حق بنك الدم وما تدري إيش يصير، وإن شاء الله يكون هذا يعني في ميزان أعمالك، وتدري الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء والله يعني واسع كريم. فأتمنى يعني تستشعر، خاصة برمضان، يعني برمضان الناس تدور الأجر، فأتمنى تستشعر موضوع التبرع بالدم. ودائما يعني أيضا تبرع الدم ترى أحيانا تكون أنت هو الإنسان المحتاج، يعني أحيانا أنت اللي تحتاج الدم فودك الناس يتبرعون لك، فيعني أحب لأخيك ما تحب نفسك. كان مودي أطول في الموضوع الشرعي أو موضوع الأجر، كنتوا كلكم عارفينه، لكن ودي أذكركم وأذكر نفسي فيه. طبعا بس قبل الفاصل أقول لكم أن التبرع بالدم لا يصلح في عملية الصيام، لأنه يعني ممكن أن يعني يحقق على الإنسان تعب وإجهاد، وأيضا بعض الفتاوي لأن كمية الدم كبيرة، فإحنا نخلي تبرع الدم بعد الإفطار، يعني بعد الإفطار تكون ماكل، وبنك الدم يعني جزاهم الله خير أبوابه مفتوحة من بعد الإفطار، فتروح تبرع بالدم. وأيضا نفس ما قلنا تبرع الدم هي فرصة تشيك على نفسك، لما تتبرع بالدم يشيكون لك الضغط والسكر، ويشيكون لك الهيموجلوبين نسبة الحديد، ويشيكون خلوك من أيضا الأمراض المعدية، نفس الفيروسات، فيروس الأيدز، التهاب الكبد الوبائي، فهي فرصة تشيك يعني مجانية. خلنا في فاصل قصير ورد نكمل في موضوع التبرع بالدم. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل حول نصيحة طبية حق يدورون الأجر والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي التبرع بالدم. التبرع بالدم بعض الناس يستثقلونها، يخافون منها، يخافون من عوارها. هي عملية بسيطة جدا، ويمكن دمنا ينوخذ منك سدس دمك، يعني ينوخذ تقريبا أقل من لتر بشوية، والعملية ما تأخذ 6 إلى 7 دقائق. وأنا يعني أنا طبعا أتبرع وايد، يمكن أتبرع بالسنة 3 مرات 4 مرات، ما شاء الله ما شاء الله. الفنيين والفنيات في بنك الدم يمكن ما تحس بالإبرة، وما شاء الله الأجهزة اللي عندهم حديثة، حتى يعني سرعة سحب الدم صارت الحين وايد أسرع وبسيط جدا،
فتلقى وانت قاعد اصلا ما يعني ما يمديك يمكن تبطل تليفونك طالع شيء شويه الا انك مثلا خلصت تبرع بالدم. وان شاء الله حملات الدم يعني ايضا غير بنك الدم موجوده بالمجمعات وموجوده احيانا في اماكن العمل يون. وانا ودي ايضا في شيء تسويه لما تبرع بالدم صور، احنا كلنا عندنا سوشيال ميديا، صور شجع، فنفس ما يقولون الدال على الخير كفاعله. فوائد طبيه للتبرع بالدم هي فوائد مثبته في تنشيط الدوره الدمويه، تخفيض ضغط الدم، تنشيط جهاز المناعه اللي عندك، ايضا تحفيز نخاع العظام على انتاج خلايا جديده من خلايا الدم البيضاء والخلايا المناعيه وانواع خلايا الدم. فتخيلوا فجاه تجي تدش خلايا جديده وشابه الى الدوره الدمويه عندك فيتنشط كل شيء في جسمك. وهنا دراسات يعني كبيره تثبت اهميه تبرع الدم. ايضا تبرع الدم حق اللي بينزل وزنه وايد زين، لان تبرع بالدم العمليه الواحده يعني عمليه تبرع بالدم تقريبا تحرق لك من 600 الى 650 سعره حراريه، وهذه مقدار كانك راكض مده ساعتين او متسبح ساعه ونص، فهي يعني مقدار كبير من السعرات الحراريه. ايضا التبرع بالدم نفس ما قلنا الحين نبي ننصح اخواننا المدخنين، طبعا احنا ننصحهم انه ما يدخنون، لكن هناك فوائد كبيره للتبرع بالدم للمدخن. المدخن يرتفع عنده خضاب الدم او الهيموجلوبين، فممكن يحس انه مصدع او نومه ثقيل، فالتبرع بالدم ممكن يساعده في هذا الجانب، مع ان احنا المدخنين طبعا ننصحهم انهم يعني يقطعون التدخين او يخففونه. قلنا في حلقات شهر رمضان انهم يستغلون هذا الشهر فضيل للاقلاع او على الاقل للتخفيف من التدخين. ايش كثر التبرع بالدم؟ كيفك، بالسنه مره، بالسنه مرتين؟ طبعا هو لا ينصح بالتبرع مثلا كل شهر، وانما كل ثلاثة اشهر تقريبا. فانا عن نفسي يعني انا اتبرع مرتين او ثلاثه، وكلما جاءت الفرصه في يعني يعني مكان عملنا احيانا بالمستشفى يبون، فدائما اتبرع طبعا على الاقل مره بالسنه على قولتهم، في اربطها مثلا مع مناسبه، مع اول السنه، مع يوم ميلادك اللي هو، بس خل موعد انك تتبرع بالدم. وهذه عاده يعني اتمنى وانصحكم فيها. منو ما يقدر يتبرع؟ اللي ما يقدر يتبرع، اللي يعني نسبه الحديد عنده قليله جدا، اللي مثلا الطبيب يشوف مثلا ضغطه وسكره غير متحكم فيه لا سمح الله، الان في نزله برد او في حراره، ما ينصح بالتبرع بالدم. وطبعا اللي عندهم امراض فيروسيه بالتاكيد انتم عارفين انهم لا ينصح بالتبرع بالدم. عدا ذلك هي موضوع بسيط، يمكن بعدها فقط تحتاج الى كوب عصير او الى وجبه خفيفه، وبعدها يعني جسمك راح يعوض هذا الدم خلال اقل من 48 ساعه، راح تبدا تتجدد الخلايا الدمويه عندك بانواعها وتتنشط وتاخذ فوائد التبرع بالدم. فخلاصه الموضوع ان التبرع بالدم له اجر كبير جدا، وهذه الايام الفضيله يمكن اجر فيها مضاعف. فنشجعكم ونشجع انفسنا، خاصه اذا صار لكم فتره طويله ما تبرعت بالدم وناسي التبرع بالدم، فروح ويعني شوف وين يعني احيانا يسوون حملات بالمجمعات، وبنك الدم دائما طبعا ابوابه مفتوحه. فاتمنى شجعناكم وشجعنا انفسنا على هذه العاده، اللي اتمنى من اسمها عاده، اتمنى تكون عاده عندك، يعني لا تسويها مره وتستانس وبعدين خلاص تنساها بالسنين، وانما خلى عاده مستمره عندك، وبذلك تحدث يعني تحصل على الاجر الكبير نفس ما قلنا، وتحدث وتحصل على الفوائد الطبيه اللي ان شاء الله يستفيد منها جسمك وجهازك المناعي وجهازك الدوري وكل هذه الاشياء اللي وضحناها بالحلقه. ونفس ما قلنا يعني هذه الايام الفضيله نستغلها، نفس ما نستغلها للاجر نستغلها ايضا للعادات الصحيه. وسبحان الله تبرع بالدم هي عاده جمعت الصحه وجمعت يعني الاجر الكبير جدا. شيء وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وتوعينا اكثر على موضوع التبرع بالدم. ولا تنسوا لما تبرع بالدم صور وحط بحسابك، ما تدري متابعينك اللي يشوفونك يتشجعون، وبذلك تاخذ على اجرين بدال اجر واحد. نشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، مع السلامه.